قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها قصفت مواقع في شرقي أوكرانيا مع سعيها لتطويق القوات الأوكرانية في معركة تهدف للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية أصد هجوم مضاد حول مدينة إزيوم الاستراتيجية الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية. من جانبه قال حلف الشمال الأطلسي في اجتماع في ألمانيا إن بمقدور أوكرانيا الانتصار في الحرب ودعا لتقديم المزيد من الدعم العسكري لكييف. من جديد القوات الروسية تواصل القصف على بعض المواقع شرقية أوكرانيا مع سعيها لتطويق القوات الأوكرانية في معركة تهدف للسيطرة على منطقة دونباس الشرقية وصد هجوم مضاد حول مدينة إزيوم الاستراتيجية الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية. سلسلة النجاحات التي حققتها القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة أجبرت على ما يبدو القادة الروس على التخلي عن الهجوم على العاصمة كييف وطرد قوات موسكو من خاركيف ثاني أكبر المدن في البلاد. ومنذ منتصف نيسان الماضي ركزت القوات الروسية الكثير من قوة نيرانها على دونباس بعدما أخفقت في السيطرة على العاصمة في الوقت الذي ذكر فيه تقييم للمخابرات العسكرية البريطانية أن الهجوم الروسي في دونباس تأخر كثيرا عن الجدول الزمني ومن المستبعد أن يحرز تقدما سريعا خلال 30 يوما المقبلة. لكن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بيّن أن الوضع في دونباس ما زال صعبا جدا وأن القوات الروسية لا تزال تحاول اقتناص نوعا من النصر في منطقة يمزقها الصراع منذ 2014 مؤكدا أن الروس لا يتوقفون عن مساعيهم. العملية الروسية للسيطرة على كييف التي وصفها الكرملين بالعملية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين أدت إلى زعزعة الأمن الأوروبي مما دعا حلف شمال الأطلسي وخلال اجتماع في برلين إلى التأكيد على أن القوات الأوكرانية تستطيع الانتصار في الحرب داعيا لتقديم المزيد من الدعم العسكري وتسريع وتيرة الموافقة على طلبين متوقعين من السويد وفنلندا للانضمام لعضويته. هذا إضافة إلى تأكيدات مستمرة من قبل أمين عام الحلف بأن حرب روسيا في أوكرانيا لا تسير كما خططت لها موسكو. هذا أكثر حول هذا الملف. انضموا إلينا الآن من كييف رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار دكتور عماد أبو الرب. دكتور أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. دكتور بعد يعني حوالي أو قبل أسبوعين عفوا في أوكرانيا بدأت العملية العسكرية الروسية تنحصر فقط في منطقة دونباس وهناك يكون الزخم العسكري الروسي. باعتقادك هل هذه العملية تسير وفق ما تريد روسيا حتى هذه اللحظة في ظل استمرار المقاومة الأوكرانية؟ تفضل. تحياتي لكم الأستاذ المشاهدين. كما نعلم أن الحرب استنزفت روسيا بشكل كبير بل استنزفت سمعة روسيا. يعني لم يظن أحد حتى حلفاء أوكرانيا من أوروبا وأمريكا أن أوكرانيا ستستطيع الصمود والمقاومة، وبالتالي أربكت القوات الروسية. القوات الروسية للآن لم تستطع حتى حسم منطقة الدنباز وهي دونيسك ولوغانسك اللتاني يعني أرادت وجعلتهما استراتيجية لها في الأمر. لم تنحسر أيضا القوات الروسية من العاصمة كييف فقط، الآن نحن نتكلم عن خاركوف. اليوم كتيبة أوكرانية تعلن رسميا بالصورة وبالفيديو الكامل وصولها إلى الحدود الروسية، أي بمعنى استعادة الأراضي مدينة أو محافظة خاركوف وهي محاذية للحدود الروسية. إذن هناك تعثر، هناك ليس فقط ذلك، هناك استعادة لمزيد من القرى من ضواحي مدينة خاركوف على سبيل المثال سومي، زاباروجيا وبعض مناطق دونيسك ولوغانسك. طب هذا التقييد للعملية العسكرية الروسية دكتور عماد إلى ماذا تعزوه؟ يعني هل إلى وجود إيمان لدى الجانب الأوكراني بضرورة هذه المقاومة المستمرة؟ أم نتحدث بكل صراحة عما حدث خلال الأسابيع أو حتى الأشهر الماضية من هذا الدعم السياسي وحتى العسكري غير مسبوق من قبل الغرب لأوكرانيا؟ باعتقادي ثلاثة عوامل أساسية. العامل الأول الأساسي وهو قلة أو نوع من عدم دقة المعلومات الأمنية الروسية لأجهزتها، حيث أنها لم تحصل على المعلومات الكافية التي تؤهلها لقراءة الواقع الأوكراني كما هو. هي ظنت أن أوكرانيا 2014 هي اليوم 2022، هي لم تعلم أن أوكرانيا يعني استعدت بشكل كبير جدا لأي مواجهة أو أي دفاع عن أي هجوم على أرضها. المسألة الثانية الوحدة الكاملة المتناسقة ومتناغمة بين الشعب الأوكراني وبين الحكومة الأوكرانية، الجيش والحكومة والشعب
على قلب رجل واحد، لم تشهد أوكرانيا مثل هذه الوحدة كما هي الآن. والمسألة الثالثة كما أشرتم، الحلفاء، لم تحصل أي دولة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية على مثل هذا الدعم، ليس فقط دعم معدات عسكرية، دعم لوجستي، دعم استخباراتي أمني. نعم. إذا أوكرانيا لا تقاتل فقط في المعدات، تقاتل في المعلومات والبيانات المتاحة لها، وهي كبيرة جدا. أشكرك جزيلا، شكرا دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف، شكرا جزيلا لك.